حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا اسحاق الازرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامراه مومسه مرت بكلب على راس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فاوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك